شاغل قلبي ليالي أمرك يا جميل. Happy birthday to you. Happy birthday to you. مساء الخير، معكم الفنان رياض العمر، لبناني ومقيم بالمغرب منذ أكثر من 12 سنة. أنا اليوم سعيد كثير بهالتقدم الكبير اللي أمنه المغرب لشعبه، وكله تحت قيادة حبيبنا والغالي حبيب الشعب سيدنا محمد السادس، الخصوصي بطريقة احتواء اللقاح وجلب اللقاح لكل المقيمين على الأرض المغربية، إن كان من عرب أو أجانب. يعني اللي نوجد على الأرض المغربية كان في اهتمام كبير فيه، ما كان في فرق بين مغربي ومقيم براني كيف يقولوا. فالحمد لله رب العالمين هالموضوع جاب نتائج كتير حلوة، ونحن اليوم ببداية الخروج من النفق، ببداية الشمس مشرقة إن شاء الله بتشرق على المغرب كلها. مثل ما قالوا الملك دايما يا الشمس ما بتعرف غياب. فأنا سعيد جدا وعم نعيش اليوم هاللحظة، الخبر صار كتير. نتمنى يا رب تبلش انطلاق جديد لمغرب جديد، كيف دايما عرفناه دايما بيتجدد ودايما إلى الأمام. وذكرني صديق لإلي بطنجة، صديق بيير الغالي، قال لي يا زلمي كنت مرعوب قبل ما أخذ اللقاح، قال لي مثل كأنه شي بومبوني وأكلتها يعني. فهالقد كان في اهتمام، قال لي بيهتموا كتير، حتى نسبة التباعد بين العالم اللي ناطرين دورهم ليأخذوا اللقاح. فشكرا للجسم الطبي والصحي والتمريض، كل اللي ساهموا بنجاح الخطوة، موضوع يعني اللقاح كيف يوصل للناس بطريقة حلوة. عن جد ميرسي كتير، ميرسي. أنا سجلت اسمي بعد، أنا بعدني صغير، عمري 30 سنة. لا صراحة بعد ما وصل دوري، بس أنا من أول المهتمين إن شاء الله، وبتمنى اليوم قبل بكرة نعمله إن شاء الله. نحن كتير مبسوطين، عن جد كنا مخنوقين كتير، بلشوا الناس يتلفنوا، بلشت الأجندة تتعبى بالتواريخ، العالم فرحانة بتعمل أعراس. كيف قلت لهم بدنا نغني وبدنا نفرح وبدنا نشطح وبدنا نكسر خشب المسرح، والله يديم عزك يا مغرب إن شاء الله يا رب صيفية والعاني بإذن الله. انطرونا بالجديد، كان معكم رياض العمر. بنقول لك ندبك دبكي لبناني ونهزك بالعماري واهديكي وردي جوري ميل وتميل قبالي، طلي يا قمر قبالي طلي وجبينك عالي. يلا انطرونا جين اعراس والعاني ان شاء الله. ميرسي.